عليكم يا ورود. عليكم. عليكم السلام ورود، كيف حالك؟ بخير. انت كم عمرك؟ 5 سنوات. العمر كله يا ورود ان شاء الله. ايش معنى اسمك ورود؟ اه ايش يعني ورود؟ يعني وردة. يعني وردة؟ ايوه. انت وردة؟ ايوه. والله احلى وردة يا ورود. كيف اخبارك ورود؟ انت بخير؟ ايوه. زين ايش بتشاركينا؟ ايش معك؟ وعفرية. معك اغنية، يلا قولي هالغنية. هذا حبيب وشاول الشامي في ربه محروس، جميعه لا نركي على ربي أفضل لنا قابوس، ومرحة العمد على دينا ونور إينا على لينا، ومالنا ويوتي والزينة كأنها عروس. الله عليك يا ورود، انت قلتي هذه الاغنية في المدرسة؟ ايوه. في الاذاعة؟ ايوه. في العيد الوطني؟ ايوه. انزين ورود، نريد نسمع منك شيء غير بعد شاركينا غير؟ جابت القصة. يلا قولي لنا القصة. يا مكان في قديم الزمان، كان هناك دولة عريقة في سبط المحيط، وجاء رجل حكيم يحمل رسالة عظيمة، ووعد شعبها بتغريئها إلى دولة عريقة أمنية. إنزين. وفي هذا الشهر تحتفل عيد ميلاده، لأنه بابا قابوس، بابا قابوس ابن سعيد سلطان عباد. أكبر تحية لورود، ما شاء الله يا ورود. ورود انت شفتي بابا قابوس في التلفزيون؟ هيوة. متى شفتيه؟ بكرة لعفة دولة. ما بكرة، أول أمس صح؟ ها؟ متى شفتي بابا قابوس في التلفزيون؟ تو شفته. يمكن تولي عادة صح للعرض العسكري. حياك يا ورود، وإيش يدرسوكم في المدرسة ورود؟ يدرسونا؟ يدرسونا إنجليزي. إذا أنت ما كلمتينا إنجليزي، كلمينا إنجليزي شوية. قولي بالإنجليزي شوية. إيش يدرسوكم؟ يدرسونا؟ يدرسونا بالإنجليزي. إذا إيش يدرسوكم في الإنجليزي؟ قولي يلا. A B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. الله عليك يا ورود، ما شاء الله. وإيش درسوكم بعد غير إنجليزي؟ ما يدرسوكم عربي؟ لا لا. ورياضيات؟ حساب؟ لا لا. إنزين أنت ما تعرفي تعدي من 1 إلى 10؟ هاي. يلا إنزين عدي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ما شاء الله يا ورود. ايش بتقولي لنا بعد ورود غير شيء؟ اريد اقولكم ايش اتمنى وايش اكون. يلا وش تتمني تكوني؟ اريد اتمنى اكون دكتورة. الله يوفقك دكتورة ورود، وبتعالج الناس؟ ايوه. طيب يا ورود شكرا لك. بعد اشوف بابا قابوس وهو يشوفني. ان شاء الله تتحقق امنيتك يا ورود.
أريد أقدم شكر. قدمي شكر يا ورود. أشكر لي أستاذ راشد، وأشكر لي أبي وأبي، وأشكر لي إخواني، وأشكر لي حتى يشوفني، أشكر لي حتى يسمعني. اللي يسمعك ترى يسمعك تو، بس يشوفوك كيف يشوفوك؟ يشوفوني ما يشوفوني. ما يشوفوك بس يسمعوك الحين في الراديو في الإذاعة. إيوة. زين أقول لك ورود، أنت عمرك خمس إيش؟ أنت عمرك خمس سنوات؟ إيوة. العمر كله إن شاء الله يا ورود، شكرا لك. يلا الحين روحي المدرسة وشدي حيلك. زين. وخبري صديقاتك إنك شاركتي في الإذاعة. زين. إيش بتقولي لهم؟ قولهم I go to see this one. أنت تتكلم إنجليزي. شكرا لك يا ورود، مع السلامة. مع السلامة. شكرا لهذه المشاركة المتميزة من ورود بنت وليد بن حسن البلوشية من مدرسة الزهور الصغيرة الخاصة بروي، وهي في الصف التمهيدي. ما شاء الله على ألقها وتميزها وقصتها. شكرا لكل الذين يزرعون هذا الحب العظيم في قلوب الأطفال والطلبة والطالبات، فيزهرون ورودا يانعة على هذا على هذه الأرض الطيبة عمان العظيمة. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صناعة الموروث تتطلب أجيالا متعاقبة، وتعزيز العلاقات يحتاج إلى عقود طويلة، وبناء قاعدة متينة يستغرق أعواما عديدة، ولكننا في بنك صحار وكونكم شركاءنا في رحلة التميز نجحنا في تحقيق كل هذا في غضون 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة حافلة بالنجاحات امتدت ل10 سنوات، تكللت بتحقيق العديد من الإنجازات ومستويات النمو، واتسمت بمعايير متميزة من الشفافية والابتكار، والأهم من كل هذا التميز في خدمتك وخدمة مجتمعنا. فخورون بكونكم جزءا من رحلتنا نحو التميز. بنك صحار، تميز.
استمتعوا بمشاهدة قنوات بإن الجديدة، ولتكونوا في الحدث تابعوا دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والإسباني بتقنيات 4K، ووثقوا اللقطات التاريخية للألعاب الأولمبية عبر قناة بإن أولمبيك، وشاهدوا أفضل المسلسلات التركية والعربية على بإن دراما، وتابعوا القصص الدرامية الحصرية لشبكة التلفزيون الشهيرة CBS. أكثر من 90 قناة تقدمها باقات بإن. للاشتراك أو الاستفسار اتصلوا على 00974442200 أو قوموا بزيارة bin.net/subscribe. عبد الصمد القرشي يقدم تخفيضات بنسبة 45% بجميع فروعه بسلطنة عمان على جميع المنتجات، وذلك احتفالا بالعيد الوطني 47 المجيد. عبد الصمد القرشي، سادة العطر الملكي. تبغى تعرف إيش هي أسرار السعادة؟ حصولك على وظيفة محترمة، أهل وناس يحبونك، ابتسامة وبشرة جميلة تعزز ثقتك بنفسك. الأولى والثانية عليك، والثالثة خليها علينا. EMC الحائز على جائزة وزارة الصحة كأفضل مركز متخصص في الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، يوفر التقنيات الحديثة بخصوصية تامة وبأنسب الأسعار. اتصلوا بأحد فروعنا في السلطنة، مسقط صحار صلالة الموالح والبريمي، على هاتف رقم 24604540. EMC، الثقة والجمال. روتانا تفخر بتقديم عالم جديد من الأناقة والراحة من خلال افتتاح فندق سندس روتانا مسقط. صمم الفندق بأسلوب حديث يلبي متطلبات رجال الأعمال والباحثين عن الترفيه، كما سيستمتع الضيوف بفنون الطهي الحي في تياترو وألذ الأطباق العالمية في جنجر والمزيد. تعرف على فندق سندس روتانا، نقطة التحول الجديدة في المشهد الاجتماعي للعاصمة مسقط. زوروا روتانا.com، ويبقى وعدنا لكم معنا للوقت وقت معنا. هل سمعت بسابق؟ سابق هو العداد الكهربائي مسبق الدفع من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء. سابق يوفر وقتك وأموالك ويمنحك إدارة أفضل لاستهلاكك.